كلكم الاهل يا جماعه. واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحدته، اللهم آمن روعته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من خطاياه وذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واعد اللهم بينه وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. وقت لنا وارحمنا، ولا يا رب يا رب ما لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. واغفر لنا وله ولجميع المسلمين.